أهلا بكم مشاهدين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نستعرض فيه لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية العربية الدولية، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. البداية من موقع شفق نيوز، نقرأ مقالا للكاتب مؤيد عبد الستار. عبد الستار يقول في عنوانه: عرض حال إلى مواطن فاسد من بلاده. يناقش الكاتب الفساد المستشري في العراق مستهدفا المواطنين الذين يشاركون في هذا الفساد من خلال الرشاوي والسرقات. يصف عبد الستار هؤلاء الفاسدين بأنهم يعرفون جيدا أنفسهم تماما وأن فسادهم واضح للعيان. يناقش الكاتب كذلك تأثير هذا الفساد على النظام الصحي والتعليمي، مشيرا إلى الأطباء الذين حصلوا على شهادات مزورة والتعليم المتدهور في البلاد، كما ينتقد الاعتماد على المولدات الكهربائية الخاصة وسرقة الأموال العامة، ويختتم بمناشدة الفاسدين للتوقف عن سرقة ما يكفي للمواطنين للبقاء على قيد الحياة. لا تتوقع شفاء من طبيب إذا مرضت، لأن العديد من الأطباء حصلوا على شهادات مزورة تساهلت بها أعلى سلطة تشريعية وسمحت لهم بالعمل ريثما يصححوا شهاداتهم بأخرى مشترات من كليات أهلية بلبنان وعكا ودكا إلى آخره. وكما تعلم ويعلم الجميع، لا يستطيع صاحب الشهادة المزورة أن يفلح في عمل بحاجة إلى كفاءة ومعرفة، وبالتأكيد لا يمتلكها من حصل على شهادته عن طريق التزوير. لن يحصل أطفالك على تعليم جيد، لأن العديد من الجهلة أصبحوا حملة شهادات دكتوراه، لذلك سيخسر أطفالك مستقبلهم. لا تأمل خيراً بالكهرباء، ستبقى عليلة مثل بدنك الذي تعشعش فيه الأمراض، ومثل عقلك المهوس بسرقة ما تصل إليه يداك من أمبيرات. ولا تحتج على أصحاب المولدات، فهم سيعالجون أزمة الكهرباء وسيأخذون منك ما يشاءون من دينار ودولار. عزيزي المسؤول الفاسد، اسرق ما شئت من أموال، من ذهب وفضة ودينار ودولار، ولكن اترك للمواطنين ما يسد رمقهم، لا تتركهم على قارعة الطريق دون ماء وكهرباء، وتهرب إلى بلدان العم سام وأبو ناجي والخيام، لا تهرب بالمال والبنين وتترك أبناء وطنك دون سند يعانون الجوع والمرض والهوان. نطالع في صحيفة ألترا عراق تقريرا بعنوان نور زهير يطل برأسه. يتناول المقال هذا الفساد في شركة العراق لتنفيذ مشاريع الري، وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الموارد المائية. يكشف الكاتب تورط الشركة في أنشطة فساد متنوعة رغم عدم إنتاجياتها وكونها عبئا ثقيلا ماليا على الوزارة. يذكر المقال دور مدير الشركة غني محمد رضا وعلاقته بنور زهير الفاسد وسياسيين فاسدين نافذين في الدولة، وكيف تمول الشركة من قبل الميزانية العامة بسبب الضغط السياسي. يشير المقال إلى تدخلات سياسية لإلغاء قرارات إقالة مدير الشركة، مما يبرز جيدا للعيان تعقيدات الفساد داخل المؤسسات الحكومية العراقية. بينما كان أحد الباحثين يحقق في شركة العراق لتنفيذ مشاريع الري، وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الموارد المائية، اكتشف تورطها في أنشطة فساد متنوعة. على الرغم من عدم إنتاجيتها وكونها عبئاً مالياً على الوزارة، إلا أنها لا تزال تعمل وتمولها الميزانية العامة بحكم الضغط السياسي لإبقائها. تواصل موقع ألترا عراق مع العديد من المسؤولين والموظفين، وعلم أن غني محمد رضا هو من يدير الشركة، والذي تربطه صلات بنور زهير وسياسيين نافذين آخرين، ويتمتع بدعم المسؤولين في الوزارة بما في ذلك وكيل الوزارة رائد عبد زيد الجشعمي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة تشارك في معاملات مع
مكاتب صرافة مرتبطة بنور زهير التي تتورط في أعمال فساد مع مؤسسات ومشاريع حكومية مختلفة مرتبطة بالعديد من المشاريع مثل البنية التحتية والموانئ وصرف العمولات بحسب الموظف نفسه. وعلى الرغم من كون الشركة غير منتجة فإنها مرهقة ماليا للوزارة لأنها تستمر في العمل والاستحواذ على العقود ويرجع ذلك إلى علاقاتها ونفوذها. إلى صحيفة المدى نقرأ مقالا للكاتب تميم الحسن بعنوان واشنطن تحذر بغداد من التحول إلى ممر بين إيران ولبنان. يناقش المقال هذا التحذيرات الأمريكية للعراق بشأن التحول إلى ممر إيراني في النزاعات الإقليمية، مشيرا إلى العقوبات المحتملة إذا عاد ترامب من جديد إلى السلطة. يوضح الكاتب أن واشنطن طلبت من بغداد عدم السماح باستخدام الأراضي العراقية لنقل الأسلحة والمقاتلين إلى لبنان وكذلك إلى سوريا. تناول المقال هذا أيضاً التداعيات المحتملة لتورط العراق في الأزمة بين الغرب وإيران بما في ذلك العقوبات الاقتصادية والضربات الانتقامية، ويشير إلى تحركات فصائل عراقية واستعدادها الكامل للمشاركة في النزاعات الإقليمية. هناك ردود فعل قاسية من الحكم الجمهوري إذا وصل الحزب إلى السلطة، سيعاقبون كل جهة قريبة من الحرس الثوري أو عملت معه سواء أكانت أفراداً أم مؤسسات. وتبدو أن لائحة العقوبات الأمريكية الجديدة قد تشمل جزءاً من الحشد الشعبي بعد مشروع للكونغرس يعتقد أنه يشمل رئيس مجلس القضاء. وكان النائب الجمهوري مايك وولتس عضو لجنتي القوات المسلحة والشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي قال إنه سيقدم تعديلاً على مشروع قانون من شأنه عد مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه أصولاً تسيطر عليها إيران بحسب تقرير نشره موقع واشنطن فري بيكون. وفي هذا الشأن قال أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية إنه بغض النظر إن كان الكونغرس سيرفض مشروع القرار أو يقبله لكنه سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بعد عام 2003 أي اتهم القضاء بالانحياز السياسي. الياسري في أثناء اتصال مع المدى أكد أن هذا المشروع ليس لمحاربة المؤسسة القضائية وإنما لمعاقبة رئيس المجلس، والاتهامات ضد رئيس القضاء مرتبطة بأن القرارات القضائية أسهمت بالتأثير في المسار الديمقراطي للعملية السياسية. نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط مقالا للكاتب غسان شيربل بعنوان ترامب يتقدم ويرجو ربط الأحزمة. يستعرض الكاتب المناظرة الرئاسية بين بايدن وترامب مشيرا إلى ضعف أداء بايدن وتقدم ترامب في السباق الرئاسي. يناقش شيربل التأثير المحتمل لفوز ترامب على السياسات الأمريكية الدولية ويعبر عن القلق من عدم استقرار العالم في ظل قيادة ترامب. يشير المقال كذلك إلى التحديات التي تواجه بايدن داخل حزبه وإمكانية استبداله كمرشح للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، بينما يعبر عن مخاوفه من عودة ترامب إلى السلطة من جديد وتأثير ذلك على العلاقات الدولية. ثمة من يعتقد أن صحة الغرب تشبه صحة بايدن وأنه لم يعد قادراً على إدارة العالم وأنه يرفض الاعتراف بالوقائع الجديدة اقتصادياً وعسكرياً وسياسياً وأن مهمة أي رئيس أمريكي جديد ستكون أصعب من السابق. روسيا تغيرت ومثلها الصين وأوروبا فضلاً عن القوى الإقليمية التي ترى دورها في التسلل إلى خرائط جيرانها. في ختام المناظرة وجد العالم نفسه أمام حقيقة صعبة وربما مكلفة. ظهر ترامب وكأنه قدر أمريكي ودولي يصعب الفرار منه. ليس بسيطاً أن يكون سيد البيت الأبيض رجلاً يصعب التكهن بتوجهاته ويصعب النوم على وسادته. هذا مقلق للأعداء والحلفاء معه. ترامب ليس ابن المؤسسات كما هو حال بايدن. اكتشف العالم أن الأمريكيين قد يلقون في الانتخابات المقبلة بحجر كبير في البحيرة الدولية التي ازدادت اضطرابا.
يشمل القلق حكام أوروبا وجنرالات حلف ناتو وزيلينسكي. هل يرغم ترامب رئيس الأوكرانية على الذهاب إلى مفاوضات سلام مع فلاديمير بوتين الذي لا يستطيع العودة خاسراً من رحلته الأوكرانية؟ استرضاء القيصر بقطعة من الجسد الأوكراني يدفع أوروبيين إلى التحذير من تكرار عملية استرضاء هتلر، على الرغم من عدم التشابه بين الرجلين والمرحلتين. شعور ترامب بأنه رجل الصفقة لا يطمئن القارة القديمة التي اكتشفت أن قدسية الحدود الدولية فيها سقطت على الأرض الأوكرانية. وإلى صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا للكاتب سعيد الشهابي بعنوان أمراء الحرب يدمرون السودان وشعبه. يناقش الكاتب الصراع المستمر في السودان المحتدم بين الجنرال عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان تقلو المعروف باسم حميدتي، وتأثير هذا الصراع الملتهب على الشعب السوداني. يتناول الشهابي الأزمات المتفاقمة في السودان بما في ذلك المجاعة والنزوح، ويشير إلى التدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الأوضاع، حيث يناقش المقال هذا أيضا الأوضاع الإنسانية المتدهورة واستمرار النزاع المسلح، ويشدد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي فورا لإنهاء هذه الأزمة وإنقاذ السودان وشعبه من المزيد من الانهيار. ما يعانيه المواطنون يمثل عارا على أمراء الحرب الذين يحملون المواطنين تبعات صراعاتهم الناجمة عن التسابق على الحكم. أما اقتصاد السودان فقد تفاقمت مشاكله بعد سنة من الحرب بالنظر إلى التضخم وتدهور القوة الشرائية للسودانيين وهروب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية. وفقدت العملة السودانية أكثر من نصف قيمتها الشرائية، وتراجع الاحتياطي الدولي النقدي للبلاد ومؤشرات أخرى. وعلى الصعيد العسكري غاب الحسم وتوسعت المواجهات ومعها الضحايا والاضطراب الأمني والغذائي والمجاعة. فبعد عام من القتال العبثي الذي أدى إلى مقتل أكثر من 15,000، أصبح واضحاً استحالة الحسم العسكري. فقد توسع نطاق المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتضاعف عدد النازحين واللاجئين، وساءت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية. مطلوب ممن يهمهم أمر السودان بلداً عربياً أو مسلماً أو أفريقياً المبادرة لإنهاء الحرب المدمرة لإنقاذ ما تبقى من البلد وقطع الطريق على نزعات العنف والانفصال. إنها مسؤولية إنسانية ملحة تتطلب الاهتمام العاجل قبل فوات الأوان، وقبل أن تصل الأوضاع إلى الهاوية التي يسقط فيها السودان وشعبه. أحداث هذه الحلقة مستمرة لكن بعد الكاريكاتور. خبرنا اليوم الكلب الدليل، روبوت صيني قد يوفر الاستقلالية لفاقدي البصر ولا يمتلك فروا كسائر الكلاب العادية، لكن قد يكون بمقدور روبوت صيني يعرف باسم الكلب الدليل في يوم من الأيام أن يساعد الأشخاص فاقدي البصر على العيش بشكل أكثر استقلالية، وفقا لفريق بحثي بكلية الهندسة الميكانيكية بجامعة جياو تونغ في شنغهاي. ويستطيع الروبوت هذا الذي يجري اختباره ميدانياً حالياً التحرك في الأماكن المحيطة به مستعيناً بكاميرات وأجهزة استشعار، وبمقدوره كذلك الاطلاع بمهام منها التعرف على إشارات المرور الضوئية
وهو ما لا تستطيع القيام به الكلاب الطبيعية المدربة على الإرشاد والتوجيه. ويمثل حجم الروبوت حجم كلب البولدوغ الإنجليزي تقريباً، لكنه أعرض قليلاً، ويمكنه التواصل من خلال الاستماع والتحدث مع فاقدي البصر باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المدمجة في خاصية التعرف على الصوت وإمكانيات تخطيط الطريق وتحديد إشارات المرور، كما أن لديه 6 أرجل تساعده بحسب ما يقول الباحثون على المشي بسلاسة وبأقصى قدر من الثبات. وقال البروفيسور جاو فينغ رئيس الفريق البحثي إنه يوجد في الصين ما يزيد قليلاً عن 400 كلب مدرب على الإرشاد لنحو 20 مليون شخص كفيف. نتابع وإياكم فيديو اليوم. فالأطباء هون عم يتبادلوا خبرات معهم، حتى عم يشاركوا، عم يتعلموا من الأطباء لحتى، يعني وليس فقط يعني أخذوا عطاء الموضوع. فهذا الأمر مرتبط بتبادل الخبرات أولا، ثم تنفيذ بعض العمليات المعقدة وتعليم أطبائنا عليها، خصوصاً جراحة اليد حالياً. تم تنفيذ جراحات طبية معقدة جداً في مشفى دركوش ومشفى الأمل في سحبين، وتدريب الأطباء على التقنيات الجديدة. الطبيب المختصر إجا مختص فقط لجراحة اليد، أطبائنا هم أخصائيين عظمية عامية، فالطبيب إجا هذا مثال يعني طبيب فقط مختص بجراحة اليد الترميمية والتجميلية. وتم تنفيذ العديد من العمليات بعد عمل استقصاء ودراسة الحالة قبل مجيء الأطباء. التقينا هنا بالعديد من مسؤولي الإدارات الطبية في قطاعات مختلفة هنا في الشمال السوري، استمعنا إليهم إلى بعض المقترحات والرسائل الهامة، احتياجاتهم في المستقبل القريب، حتى يتسنى لنا المساعدة إن شاء الله بطريقة أكثر فاعلية من منظمة ميد جلوبال. أيضا قمنا بزيارات ميدانية للعديد من المخيمات، مخيمات النازحين، والتقينا بالعديد من الأطباء العاملين ومقدمي الرعاية الطبية العاملين مع ميد جلوبال، والتقينا أيضا ببعض المواطنين للاستماع لشكاواهم ومقترحاتهم. وإلى لقاء.